أستاذ الدكتور سعد بن علي الشهراني الأمين العام للهيئة العالمية لعلماء المسلمين برابطة العالم الإسلامي مكة المكرمة. اليوم حقيقة تظاهرة هذه تظاهرة عالمية، لا أقول أنها مغربية، لأن الحضور اليوم يعتبر حضور عالمي من بلاد الحرمين والمملكة العربية السعودية، حضر العلماء من دول إسلامية شقيقة حقيقة للمغرب ومجاور لها، من موريتانيا، من لبنان، من غينيا كوناكري، من إريتريا، من العراق الشقيق، من سوريا. يعني حقيقة هناك تنوع في المشاركة، ولذلك تعتبر أنا أعتبره مؤتمرا دوليا، لا أعتبره مؤتمرا محليا. فاجتماع هؤلاء العلماء من شتى هؤلاء الدول لكي يوحدوا خطابهم، لكي يقولوا للإرهاب كفى إرهابا، ولكي يقولوا لهذه المجتمعات نحن نريد أن نستنقذكم من خطر التطرف ومن خطر الإرهاب الذي بالفعل أغرى وأغوى كثيرا من شباب المسلمين، بل وحتى فتياتهم، لأنه داعش جندت مجموعة من النساء أيضا للأسف الشديد. فالخطاب على مستوى يعني أقول الشباب والشابات، الخطر حقيقة يستهدف الجميع، وينبغي بالفعل أننا نسعى إلى استنقاذ كل هؤلاء.